يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله تعالى يا أيها المزمل ومن قوله يا أيها المدثر، هل يؤخذ منه وجوب تغطية الجسد عند النوم بغطاء، أم ذلك يعد من الآداب فقط؟ وما حكم نوم الإنسان عاريا إن لم يكن عنده أحد وقد أتى بأذكار النوم الواردة؟ لا ينام الإنسان عاريا، لا يجوز هذا، بل يستر نفسه يستر عورته، ولا يجوز أن يتعرى إلا للاغتسال أو الحاجة فقط، يكون خاليا عن الناس، يكون مستورا عن الناس للحاجة لا بأس، أما أن يتعرى وينامه عاري لا يجوز. وأما التغطي فهذا من المباحات، نحتاج للغطى يتغطى، وما احتاج للغطى ما هو لازم. نعم.